تحية الزراعي المعادي، ونزلنا عند منطقة الطلب اللي كنا محددينها في آخر فيديو، اللي هي ما بين 5.70 جنيه لحد 5.50 جنيه، ووصلنا كمان لدعم قوي جدا اللي هو 200 فيبو. فأعتقد في ردة فعل من عند المستوى ده، وكمان آخر موجة دي أنا شايفها إنها انتهت. يعني آخر موجة دي أنا شايف إن الموجة دي نفسها يعني انتهت. فحاليا بتوقع إيه؟ حاليا بتوقع على الأقل، يعني على الأقل هنطلع نزور المناطق دي، اللي هي المناطق اللي هي فين، اللي هي المناطق اللي عند يعني ممكن لحد مستويات من 100 ل 101، يعني من مستويات 6 جنيه و13 قرش لحد 6 جنيه وربع. ده لو ما حصلش انعكاس في السعر من المستويات دي، لان اعتقد ان الزهراء المعادي لسه قدامه صعود اخر. ولكن خلينا نخش ونشوف ردة الفعل. ولكن اعتقد ان احنا وصلنا مناطق دعم قوية جدا، واتوقع من ردة فعل ايجابية هتوصل بينا الى مستويات على الاقل، على الاقل هنكسر مستوى 6 جنيه و15 قرش. بالتوفيق.